الرمداني راه طلع عليه الدمه، اتعصب لنا في ذاك الفيسبوك ولا يجدب، لم عجبوش هذاك الشيء اللي طرا في الافتتاح، هاي الاوضاع ديال الاسلام اللي ولات في سميتو ما عجباتوش. لا بداك يكتب على الفيسبوك تدرم ديالي راس كاع صافي، راه عفريت. ترى بعض المرات هذاك الرمداني راه ما يكون والو ويخلق من لا شيء اشقاء، وخلي المغاربه ملاهيين ويتكلموا عليه عباد الله، بعض المرات كيدير لي مجلس النقد، ما كيكون لا موضوع لا والو، حتى كيدير روينه يخلق مشاكل يخلي الناس تدخل في الجدال والناس تدخل، لا لا كيعرف يخلق الحادث. الرمداني العفريت غاورة ما ينفع ما يضر، لا والو ما ينفعك ما يضرك زعما. غاورة ما كيتكلمش على هادشي ديال الاسعار، وما كيتكلمش على هادشي ديال الغلا، وما كيتش حتى كيبغي يتكلم وكيرجع، ما علاش واش كيخاف ولا شنو؟ ما كيبغيش يدخل في هادشي كامل. مزيان مزيان، وراه خاصو مره مره يدخل في هادشي، غيدخل في عباد الله خاصو يدخل في هادشي، راه مزيان يدخل فيه يدافع عن المواطنين. ها هما تيقولوا باللي الرمداني هي شخصيه مخزانيه، كيقولوا الله اعلم، هادشي ديال السياسه بتيح لي ما كاع ما كنفهم فيه. الناس كتكلم عليه بزاف، كيقولوا زعما راه مصاحب مع المسؤولين وقال لك كيشريوه، الله اعلم واش يشريوه ولا يبيعوه، والله ما في راسي هاد الاخبارات هما اللي كيقولوا. وكل واحد راه عارف اش كيدير، ولكن المغاربه راه ما يكذبوش عليها كل ما كانت هاد الاخبار صحيحه، ما يقولوش المغاربه راه كي خطر المغاربه، وي المغاربه في هادشي ديال الاخبار كيجيبوا الاخبار من داك الشيء رفيع. ايوا الا كان هادشي بصح داي عليا، ما عندي ما نقول، الا كان هادشي كذوب راه الناس راه ما خاصهاش تبقى تكذب على السيد. كيتقلق بعض المرات كيتنرفز. راه هو ضحوك زيز عليه الضحك، وكيعجبني في واحد الحاجه، كيحترم الناس كبار، لا لا كيحترمهم بزاف. غير هو ذوك الوزاره وذوك المسؤولين اللي كيجيهم، واش الاسئله اللي كيطرح عليهم واش كيكون متفق معاهم عليهم ولا غا حيت ما نظنش اللي يجيب مسؤول على ود باش كنظن واقيلا كاي تيتفقوا مع هذا الاسئله كيعرفوا الاسئله، ما يمكنش خاطو يجيو عندو ياك. درك هو حضر القطار ولا ما حضرش في الافتتاح، مشى ولا ما مشاش؟ ما في خباركش، انا ما في خباريش اودي، انا اللي كنت باغي نحضر الافتتاح الساعه ما كتابش، كون كتاب لقى نحضر الافتتاح كون ماذا بيا، كون راني مشيت تما ندير لكم الفيديوهات ندير اللايف نبين اللعابه نبين القطار نبين ولكن تشوفوا على الاجواء ديال الافتتاح كي كاين، سبحان الله العظيم. ترى عرفتي هاد كاس العالم اللي دارتو قطر ما عمر شي دوله اخرى ديرو، خاص يكون موفر في الشروط. على دروك امريكان راه قالت لقطر الا بغيتي ديروا الكاس ديال العالم خاصها تكون موفره في مجموعه ديال الشروط، وعطاتها الفلوس كثيره، هي اصلا تبارك الله وصلها عندي عندها قطر عندها ماشي ما عندهاش، ولكن امريكان راه غناتها باش يعد لي ما داكشي. وما بين الاشياء اللي هي فرضت عليه، فرضت على قطر ان ما عندهم الجو هو في الحراره بزاف، قالت لي نديروا المكيفات، يعني اي واحد جا للبلاد ما خاصوش يحس بالبرد ولا يحس بالشمس والحال سخون وهذا لا والو، وقالت لي ما دوك المثليين بتقع لقمة فرضت عليهم يدخلوا للتيران ويهزوا الدرابو ديالهم. قلت لك حتى شي واحد ما يقيسهم في الشارع، وخاصكم تخدموا الامن، وقالت لهم الشراب تا هو اللي بغى يدخلوا بلادهم يدخلوا ما كاين حتى شي مشكل. بغات ورطات القطار لان القطار شويه راه مزموط على راسه بزاف، ما تبغيش ماشي منغلقه لا كاع من فاتحه، ولكن ميريكان خلاتها حتى بدات من 2010 وما خدامين كيضربوا في تماره، جات حتى الاخر وبدات كتحط لها في الشروط، تحط لها هادي تزيد ورطاتها. ما عندها ما دير ظرفيه غتصبر فيها قطر، ما عندها ما دير. وقالت ليها الاسرائيليين تخليهم يدخلوا حتى هما يتفرجوا حتى هما عندهم الحق، ما تمنعيهمش ممنوع تمنعيهم، ودخلوا كل شيء جميع الدول
سوا كنتي ملحد سوا كنتي مثلي سوا كنتي اسرائيلي مسلم كيف ما بغيت تكون الجنسيه ديالك والديانه ديالك خاصك تمشي سميتو ما كاينش اللي منعك. ايوا انا كنت باغي نمشي ولكن زعما مشات عليا الطياره بقيت راقد داتني الغمده سرحت مع واحد الحلمه. اي بعد مرات كتكون باغي تحلم بشي تيتي زمن داك الشرفيع والترومانس حتى وياه وما تجيكش هاد الحلمه هادي. ودروك حتى بغينا نمشيو لقطر عاد وقفت عليا واحد الدريه لوزه تيتي زي هكا دير بالزين وقفت عليا في المنام خير وسلام. وقفت عليا بقيت نشوف فيها راه بالي داخل الجنه ديك الوقيله دي من الحور العين الله يغفر ليا. ايوا عجبتني وتفتنت وجاتني الفتنه وداتني الغمده وغمضت ومشيت وتكونسونطريت مع السيده هكا دير ويلا ويلا ويلي عدى واحد الشعر امدلي تا المروي كل شتي مرويده قداش عدى مراود البشريه كامله عدى تبارك الله وصل عندي. تبارك الله وصل عندي. عدى شي فورمه هكا دير ترى شطيتني غيبتني كنت انا يعني كنت نغمض النوم كنت ديما في المنغمض دغيا ضرب من الفيطه ولكن سبحان الله العظيم عاشتها وتسحلات ليا النعسه وتسحلات ليا الحلمه. يا بنتي كاع الحلمه بقيت عايش انا وياها شويه وضحكت ليا ضحكت ليا بنتي كاع الحلمه وانا ندوب درت كلي درت بحال السكر ملي كيديروه في الماء طيب. عجبني الحال وبدات كنضحك شويه قربت حتى لحدايا وليت صحه باغي تبوسني هنا ساعه يلا بغات تقول لي شي حاجه انا ويا ضربني الفيق تلفت ما لقيت والو لقيتك عاد هي واقفه قدامي بحال بسم الله الرحمن الرحيم الله يعطيك مصيبه سخوطات الوالدين ديما خارجه ليا في ساعتي. ويلي ويلي لحال ما كنا كنحلمو يا سلام يا سلام دريه قوقه. ولكن الليله غادي نرجع ان شاء الله نعس ونحلم بها ان شاء الله الا جاتني في الحلم راه مزيان راه يحلى ليا مع النقاش ويحلى ليا مع الكلام. انت بحال هاد الماركات راه مزيانه شفتي كاع الحلمه. وكتعرف تشطح تبارك الله وصل عندي ملي كتبدا كتشطح يا سلام يا سلام ويلي ويلي الهوايش كينوضو في الجنان. بحالك انت كما تعرفي كاع تشطحي الا مشيتي تشطحتي الدار موزعزع سحبوا على الزنزان ضرب المغرب والله العظيم. انتوما ملي ما تعرفوش تشطحوا علاش مزوجات ليش ها علاش مزوجات راه المرا دروك الا بغات تزوج الشرط الوحيد ديالها خاصها تكون كتعرف تشطح ما تعرفش طيب. حنا ما عندنا ما نديروهمش طيب تعرف طيب القلب مرحبا تعرف تشطح ترقص تحير تحرك لا لقات ما تحرك خلينا من التخربيق ديال والو. المراه اللي كتحرك راه ماشي هي اللي ما كتعرف تحرك. تا حليمه ودي تا حليمه دار ما باغاش تعيق هاد حليمه هادي هذاك الشيء اللي كديري ديموغن زعما فات دار بوكار صافي مشى مابقاش خاص شي حاجه تكون موديغن جديده. حنا راه ما تبارك الله وصل على دروك راه دريات يا سلام وحده تنسيك في الاخرى معاهم اصلا كثير. اودي خاصنا ندبروا على شي جوج واخا وحده واخا دير ليا وحده المساج وحده تحك ليا وحده ليا ثلاثه وتيجا الرابعه نطلقوك تيجا مع تيجا صافي راه ضربنا معاك مده طويله الله يجعل شي بركه خاصك تمشي في حالك ندبروا على شي وحيدات يكونوا من داك الشيء يكونوا باقيين صغارات زينات حنا سنين الحليب وكاين شتي انا زين تبارك الله وصل على النبي. نحمر لك الوجاب تلقى حليمه نخاف عاد تشوفي الدريات وتغيري ياك ما تغيريش لا ما خاصكيش تغيري علاش تغيري مني انا اصلا قداميت بالنسبه لك انت لا انا جديد غير في عينيهم هما اما انت صافي سيطر وطار صافي شبعتي مني وديتي مني كل شيء خليتيني رقيق كالكادر وليت بحال سلوقي خويتيني وقحت شوكي وليت ضعيف والله العظيم الا دبروا على شي دريات لعله وعسى يزيدوا ويعمرونا ويقويونا ياك الاخوان ياك
ايوا الواحد هو اللي تهلا في راسو وتهلا بتيتيز مزيان. ديروا شي جيم، ديروا شي ما ديروا ابوني وديروا شي كومونتير يكون زوين، وبارطاجيو الحلقه، بارطاجيو بارطاجيو، انتوما بارطاجيو الاخوان.